مشاهدينا أهلا بكم ضمن نشرة الأخبار. هذه أبرز العناوين. الحكومة تخصص دعما استثنائيا إضافيا لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات التي لم تتراجع بعد إلى مستوى يتيح إيقاف هذا الدعم. في ليلة القدر طقوس خاصة ورمزية كبيرة لدى المغاربة وأجواء روحانية مفعمة بقيم التضامن والتآزر والإنسانية، وضمن النشرة ريبورتاج عن رمزية المناسبة لدى الأطفال. وبالجنوب الشرقي للمملكة بإقليم تنغير صناعة المنافيخ التقليدية المتوارثة جيلا عن جيل تئن اليوم تحت وطأة النسيان من طرف الشباب وتتحدى الاندثار. أهلا بكم من جديد. يحضر معنا ضيفا في بلاتو الأخبار الأستاذ هشام الرميدي، باحث في الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ مرحبا بك معنا. مرحبا وشكرا على الاستضافة. أهلا بك أستاذ. أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن الحكومة ستخصص دعما استثنائيا إضافيا لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، مبرزا أن أسعار المحروقات لم تتراجع بعد إلى مستوى يتيح إيقاف هذا الدعم الهادف إلى تفادي أي اضطراب في تكلفة التنقل بالنسبة للمواطنين وكذا في أسعار نقل البضائع. أطفال مدرسة التوحيد الابتدائية بالرباط يحتفلون بليلة القدر. طقوس وأجواء الفرحة خيمت على المدرسة بهذه المناسبة الدينية التي يحرص المغاربة على الاحتفال بها لما لها من رمزية روحانية بإشراك الأطفال الذين تدخل هذه المناسبة الفرحة في قلوبهم. خديجة زروال وعثمان التازي. ليلة القدر بطقوسها الاحتفالية وأجوائها الروحانية لها وقع خاص على الأطفال ينتظرونها بكل شوق. هنا بمدرسة التوحيد الابتدائية بالرباط أجواء الاحتفال بليلة القدر رسمت على وجوه الأطفال الابتسامة والفرحة، فكل ما يسعدهم ويدخل الفرحة إلى قلوبهم متواجد داخل هذه الخيمة التي نصبت في ساحة المدرسة من أجل هذا الحدث. حنايا اليوم في ليلة القدر تنحتفظ بها لنا حنينة أولى كالمكياج أولى النارية أولى لباس تقليدي يتمكاش نارو لي حنة ومكياج. هذه القدر وإحنا فرحانين ودرنا الحنة والمكياج وأنا عجبني الحال. أنا عجبني هاد الشيء اللي تصايبوا ل27 وهاد في رمضان زوين وهاد الحفلة زوينة الشيء اللي تصايبوا مزيان وفرحانين حنا. مبادرة الاحتفال بليلة القدر لفائدة أطفال هذه المدرسة قامت بها جمعية مستقيل التي ذأبت على تنظيم مثل هذه الاحتفالات لفائدة أطفال المدارس في كل مناسبة دينية أو وطنية. جينا نحتفلوا بليلة القدر مع 210 ديال التلاميذ اللي كاينين هنايا اللي كيقراو هنايا، وغادي نقدموا لهم ان شاء الله موسم الحناء للبنيتات، مكياج غادي يديرهم البنات ديال الجمعيه، غادي يديروا تصويرات في الميدال الدراري والعماريه للبنيتات، وبيان سور مع واحد الهدايا في الاخر لكاع الوليدات والبنيتات المدرسه. احتفال الأطفال بليلة القدر بطقوسها المتميزة مناسبة لإدخال الفرحة في قلوب الأطفال وأيضا ترسيخ لتقاليد ورثها الآباء عن الأجداد والحفاظ عليها عبر إحيائها في كل ليلة قدر. وللحديث أكثر عن ليلة القدر والأجواء الروحانية المحيطة بها يحضر معنا ضيفا في بلاتو الأخبار كما سبق وذكرنا السيد هشام الرميدي باحث في الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ مرحبا بك معنا. مرحبا بك أختي سهام. بداية أستاذ، ما هي المقاصد من إحياء ليلة القدر؟
المقاصد من إحياء ليلة القدر هي نيل الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعظمة هذه الليلة، على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى خصها بنزول القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة، وأيضا أنه جعلها أفضل من ألف شهر، بحيث قال هي خير من ألف شهر، وألف شهر بمعنى 83 سنة وأربعة أشهر. هذا بالإضافة على شأنها العظيم بأنها ليلة مباركة. أين تتجلى هذه البركة؟ في قوله عز وجل في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وفي هذه الليلة أيضا تتجلى عظمتها في أن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها الأرزاق لعباده الذين يتابرون ويجتهدون ويجدون في أداء الطاعات والعبادات، إذ قال الحق سبحانه وتعالى أيضا: إن فيها نفرق كل أمر يفرق كل أمر حكيم. هذه دلالة على قوة وعظمة هذه الليلة. وإذا رجعنا إلى كلمة القدر نجد أنها تعني رفعة الشأن أيضا، وقدر نقول ذو شأن عظيم أو ذو شرف عظيم، فهذه دلالة على عظمة هذه الليلة الروحانية. لأن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجد ويعد لأجل هذه الليلة، إذ كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، وأيضا كان يتحراها، إذ قال كان يلتمسها في العشر الأواخر. هذا دليل أيضا. وفي الوتر بمعنى أنه أيضا لم يحدد لها حتى اليوم المخصص، بمعنى أنها تبدأ في العشر الأواخر دون تحديد اليوم المخصص لها، أي أنها تبتدئ من 21 23 25 27 29. وهذه دلالة على ماذا؟ دلالة على قوة هذه الليلة وعظمتها وروحانيتها لدى المسلم. لذلك حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر قياما واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا لماذا؟ هذا فيه حث على المثابرة والاجتهاد في ماذا؟ في الطاعات وأعمال الخير للحصول على الأجر الثواب لما لها من أثر في الدنيا وفي الآخرة. طيب أستاذ، للحصول على هذا الأجر والثواب ماذا على الصائم معرفته لإحياء ليلة القدر؟ لإحياء ليلة القدر ينبغي على القرآن، ينبغي على الإنسان أن يأو المسلم بصفة عامة القيام بثلاث أشياء وهي معروفة وهو يزاولها يوميا، وهي مثلا الدعاء. الدعاء في هذه الليلة مستجاب ويجب، والاجتهاد فيه مرغوب فيه. لماذا؟ لأن هناك سفيان الثوري قال ماذا؟ قال أحب ما فيها إلي هو ماذا؟ هنا يركز على مصطلح ما هو الدعاء. أحب ما فيها هو الدعاء إلي على الصلاة، بمعنى أن فضل الدعاء على الصلاة في هذه المسألة. هذا أيضا من جانب. الجانب الثاني، ينبغي على الإنسان أيضا قراءة القرآن، وقراءة القرآن في هذه فيها تربية للنفس وتزكية وطهارة للإنسان، لأنها تجنبه كل المعاصي وكل ما يمكن أن كل ما يؤدي إلى الطريق المستقيم. هذا من جانب. الجانب الثالث هو الصلاة، والصلاة تكون فيها ركعتين، بما هو الحديث ديال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صلاة الليل فقال: تصلى مثنى، فركز على أنها تكون ركعتين. طيب أستاذ، ماذا عن زكاة الفطر هذه السنة ومتى يمكن إخراجها؟ إخراجها ذأب العلماء على أن إخراجها في الجل أنها تكون في ثلاث أيام قبل العيد، وآخر يوم يكون هو قبل صلاة العيد، يعني قبل طلوع أداء صلاة العيد، فإنه بعد صلاة العيد فهي تعتبر صدقة. هذا ما يمكن قوله. إذن السيد هشام رميدي، باحث في الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى حضورك معنا. شكرا جزيلا لك أختي على الاستضافة. شكرا، مرحبا. بوزان تستهدف مربيات ومربي التعليم الأولي دورة تكوينية لتعزيز قدراتهم بمجال استقبال وتلقين فئة الأطفال بمرحلة ما قبل التمدرس. دورة تكوينية تهدف إلى تجويد التعلم بأقسام التعليم الأولي التي تشكل مرحلة مهمة في المسار التعليمي للأطفال. فنا شاكر العلوي ومحمد أمين عموري.
هي دورة تكوينية تستهدف من خلالها المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي مربيات ومربي التعليم الأولي بإقليم وزان لأجل تقوية قدراتهم في العديد من المجالات المرتبطة باستقبال الطفل والتعامل معه في مرحلة ما قبل التمدرس. تكوين هذا استفدنا منه بزاف ديال الأمور، منها الطفل كيفاش نتعامل مع الطفل الناحية النفسية دياله، كيفاش كنوجهوه نفسيا، وكيفاش وأيضا كنتعلموا علم اجتماع الطفل. وتطرقنا في هذا التكوين إلى 6 مجالات، من بينهم المجال التعبير اللغوي والتواصل، المجال السلوك الحس والحركي، والتنظيم والتفكير، وتنمية الذوق الفني والجمالي. ما يناهز 400 وحدة دراسية للتعليم الأولي بوزان، سواء المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المحدثة من طرف المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، تواكبها عناية خاصة، حيث يخضع المربيات والمربون المسؤولون عليها لتكوينات متعددة. تم الحرص على تعميم التعليم الأولي بجميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك الوحدات المدرسية، أيضا تم العمل على تجويده من خلال عملية انتقاء المربيات والمربين. وصلنا لعدد 139 قسم في إطار المبادرة، في إطار الشراكة اللي كجمعنا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك عندنا 223 قسم مسند للمؤسسة من طرف المديرية الإقليمية بوزان. 74 مربية ومرب بالتعليم الأولي بوزان تستهدفهم هذه الدورة التكوينية التي تروم ضمان تكوين مستمر لهذه الفئة بما يحقق أهداف التعليم الأولي والمتمثلة في تمكين الأطفال من أساسيات التعلم في مرحلة ما قبل التمدرس بما يساهم في تيسير مسارهم الدراسي بالمستوى الابتدائي. وللحديث عن هذا الموضوع معنا مباشرة السيدة نسرين ابن عبد الجليل، نائبة المدير العام لمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. سيدتي مرحبا. التكوين الجيد للمربيين والمربيات وتعزيز كفاءتهم مرحباً. أساس النهوض بالتعليم الأولي، ماذا حققت مؤسستكم في هذا المجال؟ مرحبا. للتذكير فهي المؤسسة منذ إحداثها سنة 2008 اشتغلت على التكوين، حيث عقد شراكات مع جامعات لإدماج هذا التكوين وإحداث إجازات مهنية في التعليم الأولي، كما اشتغلت مع قطاع التكوين المهني لإدماج التكوين في المعاهد التقنية. ولكن نظرا للحاجيات من التكوين ارتباطا مع المشاريع التي تسيرها المؤسسة، وخاصة منذ انطلاق برنامج تطوير وتعميم التعليم الأولي سنة 2018، حيث أن المؤسسة شريك أساسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأيضا مبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعميم التعليم الأولي. فنظرا لهذه الحاجيات المؤسسة قامت بوضع آلية داخلية للتكوين، وهي الآن تتوافر على مركزها للتكوين الذي يضم أزيد من 400 مكون. وقد مكن هذا المركز من تكوين أزيد من 15,000 مربي ومربية منذ إحداثه ومنذ سنة 2009 تقريبا، كما أن فقط لهذه السنة مكن من تكوين أزيد من 6,000 مربي ومربية. طيب مربي ما هي ومربية. المستجدات المتعلقة بتكوين المربيين والمربيات في إطار الاتفاقيات الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ نعم، غنتكلم على الاتفاقية التي تربط المؤسسة بوزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل ووزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث ستمكن هذه الاتفاقية من رفع عدد ساعات التكوين من 200 التي كانت الآن حتى الآن إلى أكثر من 400، إلى بالضبط 400 ساعة ديال التكوين، وهذا غادي يمكن من تطوير المهارات يعني يتمن لإعداد المربيات والمربين قبل التحاقهم بالأقسام. وهذه الاتفاقية أيضا كتمكن من تبسيط المساطر، وهذا شيء مهم أيضا لأن المؤسسة سوف تسهر على تكوين أزيد من 5,000 مربي ومربية لاستعداد للموسم الدراسي المقبل. وأيضا في الإطار ديال الاتفاقية الإطار التي تربط المؤسسة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إذا الفكرة واضحة، إضافة واحد ميزة جد مهمة، حيث الفكرة واضحة. السيدة نسرين ابن عبد الجليل نائبة المدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعطيات.
في إطار أنشطتها الاجتماعية، نظمت جمعية مغاربة ونعتز الدورة 12 لليوم التضامني الترفيهي لفائدة الطفل المريض بمستشفى الأطفال بالرباط، بادرة تروم التخفيف من وطأة المرض على الأطفال. فرح سعف. وقت مستقطع من رحلة العلاج المضنية أخرج هؤلاء الأطفال من دوامة المرض والفحوصات والأشعة والعلاج الكيماوي. استراحة محارب أعادت رسم البسمة على وجوه الأطفال التي أنهكها المرض. يبقى الهدف أسمى ونبيل، ألا وهو رسم الابتسامة على محيا هؤلاء الأطفال والمساهمة في تكريس أنبل قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع. احنا يا فرحانين اليوم هاد الجمعية، الله يرحم والديهم الله يجزيهم بخير، وخا كنت مغيرة على ولدي بزاف مأطرة، ولكن فرحونا وفرحوا وليداتنا الله يجزيهم بخير، الله يكثر عليهم الخير في هاد العواشر. احنا فرحانين اليوم وفرحانين بزاف حيت عفرحوا وليداتنا. كنشكر الطاقم الطبي، كنشكر الجمعية، وخا احنا مضرورين من الداخل ديالنا وبهذا المرض حتى شي واحد ما يبغي لشي واحد، وكنحمد الله ونشكره. الجمعية دأبت على تنظيم مثل هذه المبادرات التي رغم رمزيتها إلا أنها تخفف ولو لساعة زمن من وطأة المرض. وجهتنا الآن فلسطين لنتعرف عن كتب على مشاتل زراعة الورود، والتي تحرص على توفير مختلف أنواع الورود والأزهار التي يحتاجها الفلسطينيون في كافة المناسبات والأعياد. من فلسطين مراسلة صبحي أبو زيد. مع حلول فصل الربيع بدأت زهور وورود فلسطين تستعيد مكانتها مجددا بعدما غابت عنها لفترات طويلة جراء أزمة فيروس كورونا وعوامل أخرى، فبدأ المزارعون وأصحاب المشاتل بتجهيزها للاستعداد جيدا لاستقبال فصل الربيع الذي يزداد فيه الإقبال على شراء الورود. بنزرعها لغاية بداية شهر 2 وبداية شهر 3 لنقطف منها، اللي هو لشهر الربيع ولموسم رأس السنة وعيد الحب وعيد الأم ويوم المرأة كمان، وفي بكون مناسبات واحتفالات وفعاليات في الجامعات في المؤسسات، فيعني هذا كله بيساعد اللي هو في شهر الربيع. في هذه الدفيئة التي تحتوي على عشرات الأصناف من أنواع الورود المختلفة يعمل أصحابها بكل جد واجتهاد ويقدمون رعاية خاصة لتلك الزهور للفت أنظار المواطنين، يعلق بعضها وأخرى تكون على الأرض، فيما يأمل القائمون على هذا المشتل أن يكون هذا الموسم تعويضيا عن المواسم الأخرى التي تأثرت بفعل الظروف التي حلت بفلسطين والعالم. بالرغم من الوضع الفلسطيني اللي بمر على فلسطين بشكل عام، بننتج الورود بمشيئة الله، بنعمل طبيعة، بنعمل حضارة لحتى يتمكن الفلسطينيين من توزيع الورد لجميع الدول. الورد هو برمز إلى السلام، إلى المحبة، إلى العلاقات الاجتماعية السليمة. وفي ظل غياب الدعم اللازم لهذه الزراعة والصعوبات التي تواجه زارعي الورد، فالعزيمة والإصرار تجعلهم يستمرون ليحتل الورد الفلسطيني المراتب الأولى في العالم من حيث الأنواع والجودة. هو الوالد يعني أول من زرع الزهور صدرها على هولندا في سنة 91، وظل هو في الشغلانة هاي لغاية 2012 كان هو التصدير، وتسكر باب التصدير في 2012 لأنه ما بطل المزارعين يزرعوا وما فيش كمان اللي هو دعم من الحكومة الهولندية وغلق المعابر، فإحنا اتجهنا خلص لأنه حبينا الشغلة وترصناها من الأب فحبناها وضلنا دايسين فيها يعني زي ما بنحكي بالعرب. إذن هو الجمال والتناسق وحب الحياة، هو ما ترويه لنا حكاية إنتاج هذه الزهرة، وكيف لشعب تعرض للحصار والدمار جعل من الجمال عنوانا لهذه الأرض. للقناة الأولى صبحي أبو زيد، فلسطين.
تشتهر مدينة تنغير بصناعة المنافيخ وبالأدوات التقليدية للنسيج والمناخيل، حرف أضحت معرضة للاندثار بسبب عزوف الشباب عن ممارستها، كما تراجع الإقبال عليها في ظل ما عرفته المواد الأولية المستعملة في صناعتها في الفترة الأخيرة من ارتفاع الأثمنة. سمية بالعياشي وحسن مسكور. خشب، جلد، حديد ومسامير ومهارة عالية لصانع تقليدي خبر الحرفة منذ نعومة أظافره، هذا ما يحتاجه مشروع صنع منفاخ مرشح للعب دور هام بالمطبخ التقليدي بالمنطقة. ومحمد هو من بين 7 صناع تقليديين فقط لا زالوا يزاولون هذه الحرفة. عايشين قاع زمان في هذا الشيء، كبرنا الولاد الله يجعل البركة. كنا الأول كنصوبو في السيمانة 150 رابوس ولا 160 رابوس. إوا صحاب السباب اللي كيدي كاع السواق، هي كيديرو زاكوراز ورزاز دمناز زينان، صحاب عالم القراوي وخلاص. بمحل آخر يعكف بعض الصناع التقليديين المتبقين على صناعة منافيخ مخصصة للديكور استعدادا لموسم سياحي استبشروا بمؤشرات ازدهاره. يعني دابا كندير لهم التصاور ديال سين غير ديال لي غورج وكيتسموا ديال الديكور، وبعض المرات كنديروا تصور ديال شي واحد جاب التصويره ديالو كنديروها على الرابوس وكيخليه ديكور يشتغلوا مع السياح مع المغاربه ديالنا بزاف اللي كيشريو. فاش كتحرك الحركه الايام ديال العيد الاضحى باش كيكون الرواج في هذه الصناعه. محلات أغلقت بعد وفاة أصحابها، وبعض الحرفيين المتبقين يحاولون بشكل يائس مواصلة ترصيع فضاءات المدينة العتيقة بمنتوجاتهم المتفردة، لكن شبح اندثار هذه الحرف يبقى مرجحا إذا لم يتحرك كل المعنيين بهذا القطاع لإنقاذها. أقام نادي الراسينغ الجامعي لكرة المضرب حفلا تكريميا للبطلين المغربيين كريم علمي وهشام أرازي بحضور الممارسين الصغار ومؤطري هذه اللعبة. الحفل يهدف إلى إبراز المسار الرياضي المتميز لهذين البطلين وحث الأجيال الصاعدة على تحقيق نتائج جيدة في المستقبل. بمقر نادي الراسينغ الجامعي للتنس بالدار البيضاء حفل تكريمي لأبطال كرة المضرب بالمغرب، ويتعلق الأمر بالنجمين كريم العالمي وهشام أرازي المتوجين بعدة بطولات دولية خلال مسارهما الرياضي الحافل، بالإضافة إلى تصنيفهما ضمن أفضل اللاعبين على مستوى العالم. حفل لربط الماضي بالحاضر والالتقاء بأبطال المستقبل لتحفيزهم على بلوغ نفس الإنجاز. انا جيت انا باش نقضي واحد شويه الوقت مع الدراري، انا زعما ما نقدرش نعلمهم في 10 دقائق، ولكن بغيت على الاقل نوريهم بان في هذا النادي كان كريم العالمي في عمرهم ديالهم 8 سنين 6 سنين وبديت في هذا النادي هذه في هذه الملاعب، وكنت 20 في العالم، دونك علاش لا هاد الدراري حتى هما يكونوا واحد منهم، حتى هو يكون من احسن اللاعبين في العالم، ونتمنى هذا الشيء. جو سي كسي سون سي سون كلوب دو نيسانس الى غراندي ايسي. اعلم ان نادي الراسينغ الجامعي هو مكان انطلاق المسار الرياضي لكريم العالمي، لذا انا جد سعيد بالحضور والمشاركه والالتقاء بالابطال الصغار، انها مبادره جيده من طرف اللجنه المنظمه. souvent téléphone et je trouve voilà que c'est une bonne initiative. المبادرة نظمها أعضاء نادي الراسينغ الجامعي للتنس لإبراز المسار الرياضي المتميز للبطلين وحث الممارسين الصغار على نهج نفس المسار قصد حصد الإنجازات والألقاب. الوليدات الصغار ياخذوا إبرة بأنه pour devenir باش تكون شامبيون راه ماشي سهلة. وجبنا اليوم المثال ديال الكريم، كان هنايا شاب صغير قدهم وبدا بالمجهودات ديالو المجهودات ديال العائله ديالو ديال الكلوب وديال الجامعه وصل بارمي لي توب لي ميور دو جوور دو موند. جميع الفعاليات ديال الراسينغ الجامعي البيضاوي ساهمات باش يكون هذا النشاط هذا ويديروا تكريم الكريم العالمي اللي هو ولد الروك كبر هنا ونشأ هنا. سي دو موديل كي اون جوي هو كلاسمون نيفو انترناسيونال، هشام رازي وكريم العالمي زايتي بارمي لي ادولي 50 برمي. البطلين كريم العالمي وهشام أرازي سبق لهما التتويج بعدة بطولات دولية ومحلية ومواجهة كبار رياضة التنس في العالم، رافعين بكل اعتزاز راية المغرب بمنصة التتويج.
في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم زخات مطرية عاصفية قوية محلية في عدد من المناطق، والتفاصيل في التقرير اليومي مع سلف سريع. طاب نهاركم مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. من بعد زوال هذا اليوم بحول الله من المتوقع نزول أمطار أو زخات أحيانا عاصفية بمنطقة الريف، كما ستهم أمطار متفرقة المنطقة الشرقية وكذلك طنجة وغرب منطقة السيس، كما ستكون السماء غائمة بالسهولة الداخلية الشمالية. درجات الحرارة ستعادل 22 درجة بالحسيمة، 23 درجة بفاس وبمكناس، وكذلك بخنفرة 14 درجة بإفران وببلمان، 20 درجة بتطوان، 21 درجة بطنجة، 22 درجة بالقنيطرة، 23 درجة بالرباط وبمدينة الجديدة، و 21 درجة بالدار البيضاء. هذا وستهم أمطار متفرقة شمال المناطق الجنوبية الشرقية مع أجواء مستقرة عموما بالمناطق الوسطى، كما ستهب رياح قوية نسبيا بالقرب من السواحل. درجات الحرارة ستعادل بتنغير 28 درجة، 33 درجة بورزازات، 24 درجة بابن ملالة، 28 درجة بمراكش، 25 درجة بأسفي، 31 درجة بترودانت، و 24 درجة بأكادير. بالأقاليم الجنوبية ستكون السماء قليلة الصحب إلى صافية مع هبوب رياح نسبيا قوية ورفع بعض الزوابع الرملية. درجات الحرارة بسمارة وبالعيون ستصل إلى 28 درجة، 33 درجة ببئر أنزران، وكذلك بأوسرد 24 درجة، ببوشتور 25 درجة بالدخلة، و 29 درجة ستسجل بحول الله بمدينة الكويرة. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، وعودة إلى بلاتو الأخبار. مشاهدينا، نهاية نشرة الأخبار، إلى التذكير بالعناوين. الحكومة تخصص دعما استثنائيا إضافيا لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات التي لم تتراجع بعد إلى مستوى يتيح إيقاف هذا الدعم. في ليلة القدر طقوس خاصة ورمزية كبيرة لدى المغاربة، وأجواء روحانية مفعمة بقيم التضامن والتأزر والإنسانية. وضمن النشر ريبورتاج عن رمزية المناسبة لدى الأطفال. وبالجنوب الشرقي للمملكة بإقليم تنغير، صناعة المناخ التقليدية المتوارثة جيلا عن جيل تئن اليوم تحت وطأة النسيان من طرف الشباب وتتحدى الانبتار. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.